بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي أحبائي أصدقائي المشاهدين، تقبلوا خالص تحياتي، معلقكم عبد الرحمن فتحي. على طول كرة منصر كابتن الفرقة النهاردة، لعب الكرة لزياد، زياد الطويل عدى وانطلق، لعب البينية بالكعب على طول مرة تانية رضا لمنصر تاني، والتحضير هنا واللعب وبناء الهجمة، يلعب الكرة على طول واحدة والتانية باص والتاني بيعزفوا الأغاني، كرة على طول تتلعب خطرة جدا، أمير أمين وكتل أول، لكن على طول دفر. لعب الكرة مرة تانية منصر الكنترول، لعب الباص لكن على طول تطلع الكرة مرتدة وبينها في العمق، لكن على طول ساجد اللي غاب المباراة اللي فاتت، لكن يرجع للتشكيلة الأساسية المباراة ديت. على طول كرة 72 كان اللاعب مازن عمرو، لكن عرضية على رأس أي من المهاجمين، لكن تتلعب على مرتين أراها على طول يوسف عماد، ممتاز زياد حط الباص على طول السكري، سكري لعب الكورة اللونج باص الأمامي على طول يا ولد، المرتدة الكشري يوسف نبيل هنا والتقدم، لكن قطش بلعب كل الكرات الرميات التماس من مكانه، على طول الكورة مرة تانية يوسف يحاول لكن استخلاص على طول، مرة تانية الكورة سكري لكن يضغط على طول اللاعب عنتر، وتقدم هنا من 11 محمد هيثم، واحدة والثانية لعب العرضية، لكن يا العمق الدفاعي لكن كانت التغطية فيها تنقص الدقة، على طول سكري لعب الباص وكورة والتسديدة، لكن دينجرس مازن طلع الكورة الطولية، لكن على طول الرأسية يا ولد يوسف عماد، لعب الباص ثاني والتقدم هنا بوجه القدم، لكن عدت مرة ثانية يوسف نبيل يعين على الكوبري، عدى وانطلق لعب الباص لكن على طول زياد الطويل، لعب الكرة مرة تانية لكشري، التقدم هنا والمحاولة لكن عدت واحدة والتانية، وتغطية دفاعية ممتازة لكن على طول الكرة الطولية ساجد، والتقدم والفاول. خصص الكرات الثابتة لفرقة الاتصالات، والكرة مرة تانية يوسف عماد، لعب البينية عيني لكن عدت مرة تانية، الانطلاقة هنا من ساجد يحاول يقطع الكرة، لكن المرتدة على طول يا ولد جميلة جدا كانت الكرة اللي فاتت من هنطش، حط الكرة ماجد والله كرة مرة تانية تتلعب في المرمى مباشرة خطيرة، لكن على طول الكرة والتحضير هنا هنطش رقم 20 حط الباص على طول منصر ظابط الإيقاع، لعب الكرة مرة تانية هشام، أربع أهداف هشام السنة دي هداف الفرقة، على طول الكرة مرة تانية يوسف لعب الباص لكن عدت كرة تانية، على طول ساجد لعب الباص يوسف عماد، التقدم هنا لعب الكوره مره ثانيه لكشري، اتقدم عدى لكن كل كمل بلاي اون على طول هشام البولدوزر، لعب الكوره ثاني على طول زياد والمحاوله، عدى ساجد لعب الكوره يوسف لكن عدى الثاني زياد والكوره والبينيه والسجال، لكن على طول هنطش ممتاز لعب الكوره لسكري، اثنين ما بيهزروش هنا، لا اتلعبت الكوره ثاني على طول هنطش رقم 20 ممتاز امير اللي لحد دلوقتي ما ظهرش كتير، امير لعيب حريف جدا لكن هنشوف منورات امير، لكن عدت الدفاعات خطيره جدا، لكن يا ولد هنطش عدت سكري، تلاقي هنطش وتلاقي ساجد والمرتد على طول من اللاعب محمد هيثم، لكن يا ولد ساجد لعيب سريع ما شاء الله قدمه قويه، ولا يلعبها تشيبنج في المرمى، والكوره مره ثانيه منصر والعرضيه، لكن على طول محمد ياسر حارس المرمى تصدى للكوره اللي فاتت واصطدم بيه احد تانية يا ولد، عدى وانطلق فات واخترق لعب الكرة، لكن كرة هنا عملت البند وعدت، وكرة مرتدة خطيرة جدا، لكن يا ولد يا هنطش يا ولد تغطية دفاعية اكتر من ممتازة، اتلعبت الكرة للقصير الخطير زياد، لكن الباص هنا والمرتدة هتكون خطيرة جدا لو اتلعبت بالعرض، والتقدم هنا محمد هيثم، واحدة والتانية محمد لعب الكرة ياسر والرأسية، لكن سكري كرة مرة تانية مازن عدى وانطلق ويحاول وتسديدة قوية، تسديد يوسف نبيل ساجد تاني يحاول يراوغ لعيب كويس جدا، لكن الكترة تغلب على طول، الكرة مرة تانية هتكون مرتدة في العمق هتتلعب طولية، عدت الكرة مرة تانية يا عيني يا عيني يا عيني، جميلة 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 التغطية والقراءة الدفاعية على طول الكرة الطولية تتلعب، لكن عدت والتقدم هنا والكرة العرضية وراسية يا ولد جميلة جدا من دفاعات فرقة الاتصالات، تلعب على طول تاني رضا، واحدة والتانية لعب الكرة 39 يوسف عماد يا ولد انطلق عدى فات، لكن على طول الدفاعات والتاكلينج من فرقة الظهور منصر، عدى وانطلق منصر يا ولد راوغ لاعب البانية، لكن عدت على طول التقدم مرة تانية والفاول، محمد عيد كمان ولعب رقم 10 كرة مرة تانية اتلعبت، لكن على طول صبحي طلع الكرة مرة تانية تاني ساجد مازن
لعب الكرة على طول مرة تانية، لكن الرأسية جميلة من ساجد تلعب التانية واحدة والتانية سكري وهنطش، كرة على طول تتلعب والطولية، لكن على طول اتلعبت مرة تانية 19 عدى وانطلق، لكن عدت الكرة مرة تانية. أمير لعب الكرة البينية لهشام، هشام والانطلاقة والتغطية الدفاعية هنا من اللاعب يوسف محمود، عدى برافو عائل، لعب الكرة تاني واحدة والتانية، والد على الضغط العالي يا ولد، هنا البريسنج هنا من بريس المونتصر، مونتصر واحدة والتانية، لعب الكرة يوسف عماد، عماد والتسديدة، لكن يعني كان مونتصر بإمكان الأبيض على طول الكرة تاني، والرأسية عدت والترويض والمحاولة يا عيني، دخل جوه دخل جوه وكرة تاني عدت، لكن يا ولد يا ولد يا سكري أنقذ الليلة وخلص الموقف، لكن ساجد كان لازم يقفل المساحة اللي هي داخل الملعب، هو كان لبره والفرق دخل لجوه الملعب، المدير الفني بيتكلم فيها لعبته في أرض الملعب، على طول الكرة العرضية مرة تانية لكن عدت شد فرقته لقدام، منصر جميل يا ولد يا ولد، هنا ضحك عليهم ادى الايحاء ان هو يلعبها في العمق، يلا ساجد اطلع ساجد يلا الامير، لكن عدت على طول ساجد انطلق ساجد عدى لعب الكره الامير، لكن كره الطوليه مره ثانيه امير والراسيه، لكن على طول جميله من اللاعب رقم 10 ماجد، لعب الكره الطوليه في العمق الدفاعي، محمد عيد لعيب عنده انطلاقات، لكن يا ولد جميله جدا القتاليه من سكري، قدر كله بيحاول كله بيهاجم، لكن المشكله ان انت وانت بتضغط ضغط عالي لو الكره خرجت، لو الفريق الثاني خرج بالكره مساحات كتيره جدا، مره ثانيه ساجد زي ما قلت لكم عنده سرعه، ساجد عدى وانطلق لعب يا ولد يا زياد، لعب الكره يوسف عماد واحده والثانيه باص والثاني وكوره مره ثانيه عدى وانطلق امير، ما فيش اي اوفسايد، امير مره ثانيه يخش لجوه يلعب العرضيه منصر، لكن على طول دفاعات كرة على طول امير والعرضيه مره ثانيه راسيه سكري جميله جميله، لكن لو كانت اتوجهت مباشره في المرمى كانت هتشكل خطوره وكارثه، مره ثانيه المرتده تتلعب عنتر والله ده هيثم، لكن على طول يا عيني عليك يا جميل يا انطش، لعب الكوره مره ثانيه منصر يا عيني على الفدائيه والقتال بطوليه يوسف على طول الكره مره ثانيه واحدة والتانية تتلعب طولية والمرتدة هتكون خطيرة جدا عيد، لكن يا ولد واحدة والتانية خطيرة وما زالت الكورة في الدفاعات، كلا الفرقتين عاملين شغل كويس لانه قادرين يجيبوا كل الكرات الطويلة هنا، شمس جت عليك مرة تانية المرتدة هتتلعب بينية خطيرة جدا امير امير والمحاولة والمرتدة هتكون خطيرة، لكن حارس المرمى ممتاز انت والله ده هيثم كشري، لعب الكورة زياد الطويل منصر والمحاولة منصر يا راجل تخرج رأسية ومرة تانية الكورة زي ما قلت لكم، لكن على طول خطيرة صبحي صبحي خلص الموقف، مش ان هو يخش لجوه ومرة تانية العرضية هنا امير، لكن عادت الكورة مرة تانية كورة زياد والتسديدة جميلة جميلة زياد يا الكورة اللي فاتت، وكمان برافو حارس المرمى محمد ياسر، لكن زياد هنا سدد الكرة كرة كده مرة تانية جول، لكن العرضة مرة تانية والجول جول 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 جميلة 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 يوسف عماد، يعني 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 سجل واعزف الاغاني، سجل الاول والثاني يعني 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 انت الحب الاول ومفيش غيرك حب ثاني، يعني 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 ستظل عالقا ايها القصير المكير الخطير بين اذهاني لحد ما علالك اول وثاني، كرة على طول مرة ثانية يوسف يلعب الطولية، لكن على طول صبحي وكرة على طول منصر يحاول، لكن حارس المرمى واكثر من لاعب عين على الارض، نتمنى لهم السهولة تكون مباراة النادي الاهلي في مدينة نصر، عندهم مباراة صعبة جدا، فده بيوضح ان اهمية المباراة دي لازم عندهم اهمية لازم يكسبوا المباراة دي، لانه كمان المباراة الجاية صعبة والثلاث نقط من الاهلي في الاهلي حاجة صعبة جدا، ف خسارة النهارده تعني انت توقف وجه القدم على طول، يوسف لعب الكورة زياد
يا ولد جميله التقدم هنا والمحاوله يا عيني جميله جميله هنا امير امير المحاوله امير الانطلاقه والعرضيه مره ثانيه جميله 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 العارضه العارضه طلع كوره والقائم يعني لتاني مره والتاني كوره يستعصي على فرقه الاتصالات القائم يعني تاني كوره بعد الكرة الأولانية الرأسية هشام تاني لكن استغلالها نشوفها يلعبها مباشرة في المرمى وزياد لكن على طول كان كرة على طول طولية منصر جميلة اتلعبت لهشام والرأسية عدت والانطلاقة مرة تانية يوسف يا ولد نتمناها الشوط الأول بادي ضغط جدا بادي مستحوذ الفرق بين الفرقتين انه يكون عنده يقظه يطلع الكوره او يستحوذ على الكوره هشام يحاول لكن عدت عيد وتقدم هنا واحده والثانيه عيد ثاني والعرضيه من عيد لكن مش يعني كوره كانت صعبه جدا يوسف محمود حط الكوره بالقدم اليسرى الجميله في العمق لكن سابوها ثاني يعني لازم فكره ان الكوره ما تطبش حكايه تعطيل الكوره مطلوب يوسف لعب الكوره الطوليه لكن صبحي ممتاز صبحي واحده واتلعبت والتسديده والله عيد هنشوف لكن فاول من مكان صعب وخطير كره على طول والتسديده يا ولد يا صبحي يا ولد يا صبحي ممتاز هنا ممتازه يعني هيخرج كشري يوسف اتلعب الثاني اللاعب رقم 12 مره ثانيه مازن لعب الكره الطوليه لكن يا ولد يا ولد تصدى للكوره وكان في المكان المظبوط وقدر يطلعها بشكل سليم يوسف محمود طلع الكوره لكن زياد على طول زيزو هنا والانطلاقه والمحاوله لكن على طول الضغط يا ولد لكن عدت ولا الكوره سكري على طول هنطش يعني نعدي ده تلاقي ده على طول الكوره تاني زياد يا ولد على البينيه اظهره والتقدم اظهره لهشام اضرب يا هشام وتسديده لكن عدت الكوره اللي فاتت بسلام على مرمى فرقه الزهور على طول الكوره لكن الدفاعات كوره على طول مره تانيه تتلعب طوليه من رضا في اتجاه ازارو كوره لكن عدت على طول كملوا افضلوا كملوا على كده منصر بتكلم على الاثنين المساكين على طول الكره الطوليه ازارو ومتقدم وبيحاول ازارو هنا والمحاوله لكن على طول الاوت متخصص الركلات الركنيه عنده ثلاث اهداف امير والعرضيه لكن يا ولد محمد ياسر الجميل منصر لعب الكوره لكن عدت والكوره البنيه وهنا الطوليه 98 والمحاوله يوسف يا ولد يا صبحي على التغطيه احمد منصر لعب الكوره الطوليه مره ثانيه في العمق لكن الراسيه رضا لكن على طول الكنترول هنا والتقدم والانطلاقه 98 عدى وفات محمد انطلق لكن منصر والكوره هنا مرة ثانية اتلعبت طولية جميلة في اتجاه المرمى محمد عيد والمحاولة والتعادل المحاولة والكرة والحكم لن يصدر بعد المداولة بل سيصدر الآن بعد أفضل محاولة وكرة التعادل والواحد واحد لفرقة الزهور إذن التعادل بعد ما اتلعبت وبعد ما نبهنا وقلنا جبهة اللعيب ساجد لعب الكرة على طول يحيى لكن يا ولد على طول التغطية من رضا لعبت الكرة مرة تانية أثاره الانطلاقة والمحاولة عدى لكن عدت على طول في لعب الكرة مرة تانية حكم المباراة يقول العب لعبت الكرة مرة تانية والبينية على طول الكرة منصر والفاول فاول لصالح فرقة الاتصالات خلاص كرة على طول مرة تانية هنطش لعب الكرة لكن على طول التقدم والمحاولة
والمرتده من يحيى والتقدم هنا والانطلاقه مازن واحده والثانيه عدى وانطلق لاعب البنيه واحد على واحد عدى والعرضيه هتكون خطيره. صبحي صبحي تصدر منصر هنا هنشوف هيلعب الكوره بينيه اتلعبت وتاني كوره خطيره خطيره وجول. يعني كوره كانت صعبه جدا 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 وحارس المرمى سأل تصرف امير الجميل عدى لعب الكوره مره ثانيه زياد والتسديده لكن عدت المرتده هتكون خطيره جدا لو قدر يلعب عدت المرتده هتكون خطيره جدا لو قدر يلعب البنيه بينهم والكوره مره ثانيه 98 لاعب محمد لكن حكم راو فاول. يوسف لعب الكوره والكوره الطوليه لكن كوره مباشره في اتجاه المرمى لكن عدت. ازارو يحاول لكن على طول الكوره ساجد لازارو تاني واحده والتانيه هشام يا ولد حطها لازارو بينيه جميله بينيه روعه خد في المساحه وتقدم لكن حكم جنب داره السنتر هتتلعب طويله طوليه على طول لونج باص هنا والكوره لكن راسيه دفاعيه اتلعب الثاني يوسف عدى وانطلق يوسف عماد هنا نشوف لعب العرضيه مره ثانيه جميله وكوره كوره على طول مره ثانيه محمد عيد الانطلاقه ومعاه سكري لكن التعطيل هنا والكورنر تتلعب على طول عرضيه خطيره جدا لكن عدت من المدافعين والمهاجمين لكلا الفرقتين كانت طويله اكتر من اللازم يا عيني عليك العكام رقص واحد والتاني عدى وانطلق كان على طول يوسف لعب البنيه لهشام لكن عدت منصر جميله الامير امير هنشوف هيعمل ايه عدى يا ولد يا امير والتقدم من امير تاني عدى وفرق السرعات لكن جميله جدا من عمر التقدم هنا من اللاعب ياسر والتقدم ياسر واحده والثانيه احمد ياسر عدى وفات يا ولد عدى من الاول واحده والثانيه وعدى من الثاني لكن تصدى الوقت والايجابيه انه يسجل كره الثاني هنشوف كره ثاني مره تتلعب على طول زياد لمنصر يا ولد حطها يا عيني جميله الامير لو قدر يلم ويسجل جميل اهو امير كوره لكن عد الثاني على طول ازارو والعرضيه يا طوليه على طول زياد لا المرتده خطيره جدا بعد ما عدت والتسديده يا ولد يا صبحي على طول الدفاعات يوسف يحاول يناور يلعب الكرة تاني يوسف يا جميل عدى وانطلق يوسف عماد هيلعب الكرة اللي بره امير المحاولة امير هنا كرة والتسديد امير لكن على طول حارس المرمى يتصدى يعني كان ممكن يلم ويحطها من على كرة على طول تقدم هنا والكرة الطولية لكن على طول ساجد يا ولد على التغطيه الدفاعيه اتلعب الثاني كوره لكن على طول امير المحاوله انه يعمل انطلاقه ويعمل بدايه هجمه امير عدى لكن يا ولد التاكلينج هنا من لاعب رقم خمسه عمر عدى الكوره ثاني مره ثانيه امير يلعب الكوره لساجد والانطلاقه ساجد يلعب البينيه لهشام هشام والمحاوله انه يعدي هشام التقدم هنا والمحاوله لعب الكوره ساجد ثاني ساجد والتسديده كوره على طول والضغط هنا لكن 98 على طول يوسف المحاولة يا ولد روغ روعة لكن يا ولد هشام حكم المباراة وفاول على طول كورة الكورنر اتلعبت على طول مرة تانية لكن خطيرة وعدت لكن سكري انقذ الموقف بعد خروج الخاطئ لحارس المرمى وكرة تاني يا ولد يا امير جاب الكورة عدى وانطلق امير هنا والمحاولة واحدة والتانية يلعبها لمين هنشوف امير في اتجاه امير لكن هنا الانطلاقة زياد لاعب البالية هشام والله ده ازارو هشام هنا والتقدم ازارو يا ولد عدى وانطلق جميلة جدا وكرة التاني ازارو لكن عدت مرة تانية هشام كورة يعني كانت خطيرة جدا بمثابة طوق النجاة هنا لفرقة الاتصالات بالثلاث نقط لكن